بنجدد عليكم التحية متابعينا ومنرحب فيكم بأولى فقراتنا في هذا الصباح. ماذا نعني بحصى المرارة وما هي أسبابه وأعراضه وكيف يمكن تجنب حدوث حصى المرارة؟ ما هي السلوكيات الخاطئة التي يتبعها الإنسان اللي بتأدي لحدوث الحصوة؟ أسئلة كثيرة بنطرحها على الدكتور نزيه نخلي أخصائي الجهاز الهضمي والكبد تنظير المعدة كذلك والقولون. يسعد صباحك. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك معنا لليوم. أهلا فيك. شكرا. نتحدث بشكل طبي وتعريف طبي لحصوة المرارة. اسمحي لي في البداية بشكل سريع أحكي إيش هي المرارة أصلاً. العصارة الصفراوية. المرارة هي عبارة عن كيس أو كيس عضلي موجود تحت الكبد مباشرة، يعتبر مخزن للعصارة الصفراوية التي بفرزها الكبد، تخزن في المرارة ثم ترسل إلى الاثنى عشر أو الأمعاء الدقيقة عند الحاجة إليها. الحاجة إليها طبعا مثلا خصوصا المأكولات اللي فيها دهون، لأن العصارة الصفراوية مهمة لامتصاص الدهون، امتصاص الفيتامينات الذائبة في الدهون، فيتامين A D E K. بالنسبة لحصوات المرارة هي طبعا عدة أنواع، أسبابها مختلفة، موقعها برضه بيكون مختلف. الأكثر شيوعا طبعا ما تسمى بالحصوات الكوليسترول، بسبب زيادة في نسبة الكوليسترول في العصارة الصفراوية أو نقص في نسبة الأحماض الصفراوية الموجودة. هنا لازم يكون في توازن بين الأحماض الصفراوية اللي هي بتذيب الكوليسترول. لما في نقص في العصارة الصفراوية أو زيادة في الكوليسترول بصير في عندي ترسبات، تبلورات، بتصير تتجمع عنا تكلسات، بتنشأ عنا الحصوات بالمرارة. طبعا في الأغلبية العظمى بتكون في المرارة، ممكن تكون في مسارك العصارة الصفراوية وهون بتكون أكثر خطرا شوي. حصوات المرارة منتشرة، يعني يقدر أنه يصاب فيها ما بين 10 إلى 30%. طبعا في شعوب، الشعوب الغربية في مثلا من المكسيك وتشيلي، في قبائل من بعض القبائل الهنود الحمر مصابين بشكل كبير منهم، توصل النسبة بين النساء مثلا إلى 70% في بعض الشعوب. في كل العالم طبعا النساء أكثر عرضة للإصابة بحصوات المرارة. ليش؟ بسبب تأثيرات هرمونية، يعني الهرمونات الاستروجين والبروجستيرون بتأثر كثير على حركة الانقباضات المرارة، بتأثر على كمية ونسبة إفرازات العصارة الصفراوية اللي هي مثل ما حكينا مهمة جدا في تذويب الكوليسترول وتجنب حصول الحصوة. دكتور نزيه، ممكن كمان قلة شرب الماء بتسبب الحصوة، قديش هذا يعني بيلعب دور انه قلة شرب الماء وحصول الجسم على ما يكفي من الماء بيلعب دور بوجود حصى المرارة؟ قلة الماء طبعا لها تأثير، لأنه كل ما صار عندنا العصارة الصفراوية مكثفة كل ما كان في خطر أكبر لحدوث الترسبات والتكتلات وحدوث الحصوات. ولكن شرب الماء شائع أكثر أو معروف أكثر أنه له تأثير أكثر على حصوات الكلى، مش بالعكس على حصوات المرارة، ولكن أكثر تأثير لحدوث حصوات الكلى. يعني الناس اللي بيشربوش كميات كافية من السوائل يوميا أكثر عرضة لظهور حصوات في الكلى. تأثير شرب المياه طبعا موجود ولكن بصورة أقل بالنسبة لحصوات المرارة. بالنسبة للأعراض عشان نفرق شوي بين حصى الكلى وحصى المرارة، في أعراض معينة لحصى المصاب بحصوة المرارة تتحدثنا عنها؟ طبعا اسمحي لي في قبل نحكي عن الأعراض نحكي شوي عن الأسباب لأنها برضو مرتبطة بالموضوع. أسباب حدوث أو الأكثر عرضة لحصى المرارة هم زي ما حكينا النساء بحكم تأثيرات هرمونية، زيادة الكوليسترول في الدم، زيادة الدهنيات في الدم، السمنة، الحمل. كل ما زادت عدد مرات الحمل كل ما زاد خطر حدوث حصوات المرارة، طبعا بفضل الهرمونات اللي بتزيد نسبتها كبير في خلال الحمل. هبوط الوزن بشكل حاد، يعني في عنا ناس كتير بتنزل وزنها في برامج غذائية قاسية شوي، بتنزل 10 كيلو بالأسبوع و 30 كيلو بالشهر. هاي كلها تشكل خطر على جسم الإنسان، من
مثلا الدهنيات في الكبد من حدوث حصوات المرارة. في بعض الأدوية برضو بتؤدي لحدوث المرارة، وأهمها عند النساء برضو موانع الحمل، حبوب موانع الحمل برضو لأنه فيها هرمونات بتأثر على انقباضات المرارة ونسبة الأحماض الصفراوية. بالنسبة للأعراض، أهم أعراض حصوات المرارة هي وجود ألم في المنطقة اليمنى العليا من البطن في منطقة المرارة أو تحت الكبد مباشرة أو تحت منطقة الصدر مباشرة. ما يميز حصى المرارة أو وجع حصى المرارة هو أنه ينتقل إلى الظهر وإلى الكتف، يكون أحيانا مصاحبا بغثيان، مصاحب أحيانا باستفراغ. وجع حصى المرارة هذه الآلام تختلف بنوعيتها حسب السبب. إما بيكون عندنا فقط تسكير مثلا في مجاري العصارة الصفراوية، هاي الآلام بتكون على شكل نوبات، يعني بتيجي الآلام بتشد بعدين بتعود بتخفش عندنا شوي. في حال وجود آلام مستمرة طول الوقت مصاحبة مثلا لسخونة ارتفاع درجة الحرارة، هون بصير في عندنا شك إنه صار في عندنا التهابات في المرارة بسبب وجود الحصوات. ممكن الحصوات تؤدي إلى انتفاخات، ممكن تؤدي في بعض الأحيان إلى إسهال. عند تسكير القنوات الصفراوية ممكن تؤدي إلى اليرقان، صفر في بياض العين، صفر في الجلد، الحكة. ممكن أهم مضاعفاتها طبعا اللي هي ممكن تؤدي إلى التهابات في البنكرياس، ممكن تؤدي إلى التهابات في المرارة نفسها، ممكن تؤدي إلى التهابات في مسالك العصارة الصفراوية. هاي التهابات كلها عبارة عن التهابات خطيرة لازم تعالج بشكل دقيق وشكل جذري. متى بتصير خطيرة الحصوة في المرارة؟ يعني في ناس كتير بتيجي وبتحكي لنا انه في عندي حصوة كبيرة انا خايفة منها. بتصور انه الحصوات الصغيرة اكثر خطورة من الحصوات الكبيرة، لانه الحصوات الكبيرة بتكون موجودة عندي بالمرارة، خطورة انتقالها من المرارة الى مسالك العصارة الصفراوية اقل بكثير عكس الحصوات الصغيرة عدة مليمترات، لان هاي الصغيرة بتنتقل خلال مسالك العصارة الصفراوية، ممكن تؤدي الى انسداد في مسالك العصارة الصفراوية والتهابات واصفرار في الجلد، ممكن تؤدي الى التهاب في البنكرياس وهو التهاب خطير جدا يجب ان يعالج في المستشفى، مضادات حيوية وسوائل وإلى غيره. يعني هاي من أهم الخطورات اللي ممكن تؤدي لها الحصوات. الحصوات الكبيرة خطرها في إنها بوجودها لسنوات طويلة في منطقة المرارة وفي الجسم تؤدي إلى التهاب مزمن في المرارة، الأمر الذي بعض الشيء يزيد من خطر سرطانات المرارة. في يعني كيف ممكن الشخص يعرف إنه عنده حصوة مرارة؟ كيف بيتم التشخيص؟ إيش يعني الأعراض الأولية ممكن تصير يعرف الشخص إنه عنده حصوة ويعني بتشكل خطر على جسمه؟ طبعًا الأعراض اللي ذكرناها كلها اللي هي الآلام في منطقة البطن، يعني غثيان، استفراغ. طبعًا هاي الآلام تكون أحيانًا شبيهة في من أسباب أخرى، مثلًا قرحة الاثني عشر أو مثلًا التهاب الاثني عشر، التهاب الكولون والكولون العصبي. طبعا هي بالضبط، هي كل هالاعراض مشابهه لكل هاي الاسباب. اهم طريقه لتشخيص حصى المرارة هي مثلا التصوير بالاشعه او تصوير بالالتراساوند، تصوير بالتلفزيوني او السونار، اكثر الوسائل شيوعا لحصى المرارة، لتشخيص حصى المرارة. طبعا طب بالنسبه لانه شخص صار عنده الام شديده، ايش ممكن الادويه اللي ممكن بتخفف من الالام، الام الحصوه طبعا والنوبات اللي بتيجي؟ في كثير من المسكنات نستخدمها عند هاي النوبات، الاوجاع اللي بتحدث عند حصوات المرارة. مسكنات اللي بنعرفها كلنا مثل الدايكلوفين او الاندوميتاسين. في بعض الاحيان بتكون الالام شديده جدا، نضطر استخدام ما يسمى بالاوبيات اللي هي البثادين واشكاله. في الانتسبازموديكس اللي هي اللي برضو بعض المسكنات اللي بتخفف من انقباضات المسالك العصارة الصفراوية وبالتالي من الالام. طبعا من اهم سبل العلاج ليس فقط تخفيف الالم ولكن التخلص كليا من الحصوات عن طريق عملية جراحية إزالة المرارة والحصوات اللي فيها. هاي العملية حاليا بشكل كبير جدا تعمل عن طريق منظار بدون فتح الكلاسيكي اللي بنعرفه في السابق. طبعا مش كل واحد عنده حصوات لازم يعمل العملية، انه يقدر انه 20% فقط من الناس اللي عندهم حصوات تعمل لهم الحصوات مشاكل وبلزم يشيلوها. فمش كل واحد عنده حصوات لازم يلجأ لإجراء عملية جراحية ويشيل الحصوات. كيف ممكن يتخلص منها بطريقة
بطريقه تانية طبعا او تجنبها يعني تجنبها طبعا احنا نتجنب الاسباب اللي بتؤدي لحدوث الحصوات، منها مثلا عند النساء مثل ما حكينا بعض الادويه، من اهمها موانع الحمل، شرب السوائل، الابتعاد عن او عدم الافراط في تناول الدهنيات، المشروبات الغازيه، المشروبات الغازيه ما في لها اي تاثير عندك على الكلى مثلا. القهوه يقال انه في لها تاثير ايجابي على الحصوات، انه بتخفف مثلا قليلا من حدوث الحصوات. اهم شيء اللي هي الدهنيات، عدم الافراط في الدهنيات. مهم جدا تناول كميه كافيه من الالياف، برضه بتؤدي الى بتقلل من حدوث الحصوات. مهم تناول وجبات بشكل منتظم، مش وجبة واحدة، ثلاث وجبات باليوم، لأنه كل ما أكلنا كل وجبة بتحفز المرارة إنها تنقبض وتطلع هالسائل اللي فيها، هاد بمنع الترسبات ووجود العصارة الصفراوية بشكل طويل في المرارة. في ناس بيكون عندها مثلا الحصوة بدها تفتتها، فبتشرب أحيانا ماء لبن أو تشرب البيرة، فهل هذا يعني هل هاي شو مدى صحة هذا الكلام؟ هاي المشروبات عشان تفتت هاي الأشياء تقال عند عند وجود حصوات الكلى بشكل أكثر، ويقال إنه الأكثر تأثيرا في مثلا المشروب الشعير أو كذا إنه وجود السوائل فقط لا غير. بالنسبة لحصوات المرارة تفتيتها كان في السابق يستخدم بعض أنواع الأشعة أو الأشعة الصوتية لتفتيتها، ولكن لا تستخدم هذه الحالة الطرق حاليا، لأنها ممكن تحدث لنا مضاعفات، يعني الحصوة الكبيرة تصير صغيرة وتنتقل وتعمل لنا التهابات. في أدوية معينة لتفتيت بعض أنواع الحصوات، ولكن تستخدم بصورة قليلة جدا عند الناس اللي ما بيقدروا لسبب أو لآخر أنهم يلجأوا للعملية الجراحية، مرضى القلب. بتم اللجوء لها لما يكون واحد عنده يعني أكثر من حصوة ممكن، أو الحصوات الصغيرة اللي بتشكل الخطأ، هاي بعض أنواع الحصوات تأثر على باقي الجسم. بالضبط، بعض أنواع الحصوات اللي هي بتساعدها هاي الأدوية المعينة اللي هي الحصوات الكوليسترولية، لازم يكون حجمها مش كبير، يعني حجمها لازم يكون أقل من 1 سنتيمتر. مفعولها أو تأثيرها بطيء جدا، حيث في الشهر بتصغر الحصوة بما معدله 1 مليمتر فقط. فيلزم العلاج على الأقل سنة ونص، 18 شهر لما إحنا نفتت حصوة بحجم 10 مليمتر. ومن مساوئها طبعا انه بعد توقف العلاج في نسبه كبيره من المرضى اللي لجأوا لها الطريقه هي انه بتعاود تنشا حصوات جديده، فهي لا يعتبر حل جذري، بنلجأ له زي ما حكيت لك فقط في بعض الحالات اللي هي ما بنقدر احنا نرسلها تعمل عمليه جراحيه، مرضى قلب، مرضى مثلا الرئتين، خطر التخدير، فبنلجأ لها الطريقه لتفتيت الحصى او لتصغيرها او للتقليل من حجمها من اعراضها. صحيح. طب بالنسبه للمتابعه ما بعد العلاج، يعني شخص عمل عمليه وعشان يعني يتجنب يصير له ثاني مره هذا الشيء، واكيد يعني بيكون يعني الام شديده عانى منها المريض بعد العمليه، ايش ممكن تنصح المرضى اللي عملوا العمليه يعني كطرق وقائيه كمتابعه للعلاج؟ طبعا بعد العمليه الجراحيه عاده تشال المراره جميعها، مش بس احنا ما بنشيل فقط الحصوات من المراره، بنشيل المراره كلها، فالمنطقه اللي بتنشا فيها اكثر انواع الحصوات اللي هي المراره تخلصنا منها. بضل في عندنا خطر انه ممكن هالحصوات تنشا في مسالك العصاره الصفراويه، طبعا نتجنب كل الاسباب اللي حكينا عنها، الدهنيات، نوعيات الاكل تكون مضبوطه، نتجنب بعض المأكولات الدسم والدهون والمقالي، الاكثار من الالياف طبعا، السوائل، هاي من اهم الطرق الوقائيه اللي ممكن احنا نتبعها. صحيح. وبالنسبه يعني هيك بتحب تعطي نصائح كمان بزياده بخصوص موضوع حصى المراره؟ بخصوص هالموضوع مهم جدا، لانه كثير منتشر في بلادنا طرق التنحيف او تنزيل الوزن القاسيه والسريعه جدا الخطره جدا. للأسف في كثير مراكز بتعمل دعايات انه بننزل احنا 10 كيلو باسبوع، بننزل 20 كيلو اغراء، ولكن هي طريقه غير صحيه. صحيا علميا او طبيا نزول الوزن يجب ان يكون من كيلو الى كيلو ونص فقط خلال اسبوع، اكثر من هيك يمكن يشكل خطر على هالبني ادم هالانسان.
ممكن يؤدي لحصوات، ممكن يؤدي لدهنيات في الكبد، مشاكل احنا الجميع بالغنى عنها. فهي من اهم الاشياء اللي بحب اركز عنها، انه مش سرعه نزول الوزن معناته انا نجاح في عملي او نجاح في اسلوب هالمراكز التنحيف. صحيح. فهي مهمه جدا نعتدل او نتجنب بعض الادويه طبعا، مثل موانع الحمل نستخدمها عند اللزوم، بعض الانواع تشكل خطر اقل من الانواع الاخرى بحسب الكومبينيشن الادويه او الماده المكونه الموجوده في هاي الادويه، عدم الافراط في الدهنيات، الاعتدال، الاكثار من السلطات، من الخضار، من الفواكه اللي احتوائها على الالياف المهمه. صحيح، يعني هو بالنهايه يعني الواحد يتبع اسلوب حياه صحي وياكل كل شيء بس باعتدال وما يلجا فعلا عن جد لتخفيض الوزن او يتجنب كل شيء ممكن يضر الصحه. أكيد. شكرا كثير لك دكتور نزيه على المعلومات بموضوع حصوات المراره والنصائح اللي قدمتها لنا. شكرا لكم. شكرا لكم، نهاركم سعيد. يسعد صباحك. وهلا بننتقل معكم لفاصل ونرجع.